البداية مع النادي الأهلي اللي واصل ميرانو على ملعب التتش بالجزيرة، وده استعداداً لاستئناف مباريات الدوري الممتاز. حرص مارسيل كولر المدير الفني للفريق على عقد محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق الميران، وخاض مجموعة من اللاعبين تدريبات بدنية واستشفائية في الجيم على هامش الميران الجماعي. المسؤولين في نادي الزمالك قاموا بتفعيل بند شراء محمد شحاتة لاعب الفريق الأول لكرة القدم، واللي تم ضمه من طلائع الجيش على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الشتوي اللي فات. فريق حرس الحدود اتأهل لدوري ممتاز رسمياً بعد فوزه على سبورتينج بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعت الفريقين في إطار الجولة السادسة والأخيرة من الدورة الرباعية المؤهلة لدوري الممتاز الموسم اللي جاي. نجح فريق حرس الحدود في تأمين صدارته للدورة الرباعية برصيد 13 نقطة والعودة إلى الدوري الممتاز. مجلس إدارة نادي الزمالك نجح في التعاقد مع الروسي ديمتري ياكوفيلف لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة الطائرة بالفريق، وجاء تعاقد نادي الزمالك مع المحترف الروسي بناء على طلب البرازيلي كارلوس شوانكي المدير الفني الجديد للفريق. منتخب مصر لكرة اليد هيتوجه لكرواتيا فجر يوم 4 يوليو اللي جاي لخوض مباراة ودية مع أصحاب الأرض يوم 6 من نفس الشهر في إطار الاستعداد لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. أسفرت منافسات كرة اليد بأولمبياد باريس 2024 عن وقوع منتخب الفراعنة ضمن المجموعة الثانية بجانب منتخبات كل من فرنسا، الدنمارك، النرويج والمجر والأرجنتين. منتخب بلجيكا تعادل سلبياً مع منتخب أوكرانيا في المباراة اللي جمعتهم ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة في بطولة كأس أمم أوروبا. بالنتيجة دي بيتساوى رصيد كل من منتخبين بأربع نقاط، وفارق الأهداف جعل رومانيا تتصدر الترتيب، وبيأتي بعدها منتخب بلجيكا في الوصافة، بينما وضع منتخب أوكرانيا البطولة القارية من دور المجموعات. منتخب سلوفاكيا تعادل مع منتخب رومانيا بنتيجة 1-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم في الجولة الأخيرة من المجموعة الخامسة من بطولة أمم أوروبا يورو 2024. اتأهل منتخب رومانيا لدور 16 بعد تصدر المجموعة، واللي حصلت كل منتخباتها على 4 نقاط، وتفوق منتخب رومانيا على الجميع بفارق الأهداف. منتخب جورجيا حقق الفوز على المنتخب البرتغالي بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعتهم ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة السادسة في يورو 2024، والمقامة حالياً في ألمانيا وتستمر حتى 14 يوليو اللي جاي. منتخب تركيا فاز على منتخب التشيك بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعت المنتخبين على ملعب فولكس بارك في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة السادسة، ورفع تركيا رصيدها لست نقاط بالتساوي مع البرتغال صاحب الصدارة، بينما توقف رصيد منتخب التشيك عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير. منتخب الإكوادور فاز على منتخب جامايكا بنتيجة 3-1 في المباراة اللي جمعتهم بالجولة الثانية للمجموعة الثانية في بطولة كوبا أمريكا الجنوبية 2024. نجح منتخب الإكوادور في تحقيق فوزه الأول بالبطولة، بينما واصل منتخب جامايكا سجله السلبي بعدم تسجيل أي فوز في تاريخ مشاركاته في البطولة. منتخب فنزويلا فاز على منتخب المكسيك بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعت المنتخبين ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثانية. بالفوز ده بيتصدر منتخب فنزويلا جدول ترتيب المجموعة الثانية من مجموعات كوبا أمريكا 2024 برصيد 6 نقاط، بينما تجمد رصيد منتخب المكسيك عند 3 نقاط في المركز الثالث.